هذه الفئة الخامسة وعشرة أفراس بعمر 7 إلى 9 سنوات تتنافس في هذا الشوط. Total of 10 lovely mares are competing in class number 5, mares 7 to 9 years old. طبعا كل الشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا المهرجان وهذا العرض. الجوائز المالية من المركز الأول حتى المركز الثامن 20,000 ريال في الفئات. أعزائي دعونا الآن نستقبل أولى الأفراس. First to go 1, 2, 3. أول فرس في الفئة الخامسة هي الفرس رقم 123 موجودة أمامنا وأمام الحكام. يقول أسرجت خيلي وامتطيته على هون من هم بصدري قصدت الفيافي أزين مكان يتسع هم وحزون لا ما يخيبني على دوم وافي أشيل شيلات بالأشعار وللحون والخيل يصهل من عظيم الخوافي أبني بيوت للشعر هرج موزون وانضم من الأحزان بعض القوافي أرقى رجم مفتون بحيل مفتون لأن الرجم من بعض هم يشافي أنزل من الخيل ولكني عليل ولا محزون إلا صحيح وما بي إلا العوافي أنسى الهموم أيام ويزيدون أسبوع وأسبوعين والهم جافي عودنا للخيل وانتم تعرفون كل اللي بيصير والله كافي أسرجت خيلي وامتطيته على هون من هم بصدر قصدت الفيافي. أفضل مكان وأجمل مكان سرج الخيل وعلاقة رائعة وجميلة ما بين الخيل العربية والملاك والمربين. هنيئا لكم مربي الخيل العربية. وتغادر الآن أولى الأفراس ونستقبل التالي. Next please, next mare. الفرس الثانية في هذه الفئة هي الموجودة الآن في الميدان رقم 24. لحظات ونتابع مع أولى النتائج ومجموع 10 أفراس في هذه الفئة. 5 سوف يحتلون المراكز الخمسة الأولى. المركز الأول والثاني والثالث يتأهلون للبطولات. أما الجوائز المالية فهي من المركز الأول وحتى المركز الثامن بمجموع 20,000 ريال لكل مركز من المراكز لكل الفئات. 10 in total in this class. This is the second mare. They are competing for the top 5 scores. The first, second and third will be qualified for the championship. But the prize money is 20,000 riyal for the placement from the first till the 8th. Good luck.
أنا الفرس رقم 124، شكرا لهذا الفرس. ونتابع مع تاليا نيكست مير. ثالث الأفراس في الميدان، فرس الموجود الآن أمام الحكام. خلينا نبدأ مع أول نتيجة، الفرس رقم 123، أنا أم سي. أنا من الأب تيتان أي أس والأم ديفينا باشن، المالك سيد مبارك حمدان الخشاب، مربط الخشاب من دولة الكويت. الهوية العربية لهذه الفرس 19.5 20، وخمس مرات 19.5، الرأس والعنق وجمال الرأس والعنق 19، مرتين 19.5 20، 19.5 20، 19.5 ما شاء الله. الجسم 18.5 18 18 18، وثلاث مرات 18.5، قوام النامسي 16 16 16 15.5، مرتين 16 15.5، حركة 6 مرات 19.5 20، المجموع 92.90، ما شاء الله لدولة الكويت ومربط الخشاب والفرس أنا أم سي 92.90 هو أعلى معدل اليوم، وكنا حصلنا على هالمعدل اليوم أمس، أعلى معدلات إلى الآن منذ بداية هذا العرض. 92.90 for the amazing Anna MC. She is by Titan AS out of Divina Passion, owned by Al Khashab Stud Kuwait. 92.90. Bravo. Next, please. فرس اللي بعدها. دخول منافسة جديدة في الميدان، ونتعرف على نتيجة أخرى وهي للفرس رقم 124 سلطانة دي دريم من الأب كنز البداير والأم أمزد أو أي شام صباح، المالك مربط الهنا الأستاذة هناء بكري مدني حجار، مملكة العربية السعودية. الهوية العربية لسلطانة 19.5 من كل الحكام إجماع على نفس الدرجة، برافو. رأس العنق 19.5 19.5 20 19.5 19، ومرتين 19.5. الجسم 18 18 18.5، أربع مرات 18. قوائم 14.5 15.5 15.5
15 16 16 16. حركة لي سلطانة دي دريم 19 19 18 ونص. ثلاث مرات 19 19 ونص. في المركز الثاني حاليا بمجموع 91.60%. 9160 for mare number 124, Sultana Du Dream, owned by Ilhana Stad, puts her in second place so far. 9160. شكرا لهذه الفرز. نتابع مع تاليا. Next mare please. منافسة أخرى في الميدان وننتقل لنتيجة الفرس. 125 بنت ريانا. بنت ريانا من الأب SMA Magic One ومن الأم ريانا المالك مربط الرمز سيد حمد بن سليم. أوية العربية 19.5 مرات والحكم السابع 19. جمال الرأس والعنق لبنت ريانا 20 19.5 19.5. 19 19.5 19.5 19. الجسم 18 بارتين 17.5 18.5 18 17.5 و18.5. القوائم 3 مرات 15.5 14.5 16 مرتين 15.5. الحركة 18.5 19 18 19 19.5 مرتين 19. في المركز الثالث المؤقت بمجموع 91.20. 9120 good for third place so far for mare number 125 بنت ريانا owned by الرمز ستاد. 9120. Thank you. Next please. الفرس اللي بعدها.
نتابع مع درجات الفرس رقم 127 وهي جوهرة عراب الصحراء من الأب نوار الصافينات، الأم كريمة الشقة، المالك سيد سعد بن صالح بن إبراهيم بوبشيت، أوية العربية 19.5 ثلاث مرات 19، 19.5 مرتين 19، الرأس والعنق 19.5 خمس مرات 19 و 19.5، جسم 18-17.5 18-17.5 18-17.5 18، القوائم 16-15.5 16-15 مرتين 16-15.5، حركة لجوهرة عراب الصحراء 18.5 مرتين 18-18.5 19-18.5 و 19. في المركز الرابع المؤقت بمجموع 90.40 90.40 good for fourth place so far for من نمبر 127 جوهرة عراب الصحراء 90.40. شكرا لي فرس رقم 130. Thank you 130 and next mare to the arena please. نستقبل فرس اللي بعد. فرس أخرى في الميدان ونتعرف الآن على نتيجة الفرس رقم 129، الفرس دجا عذبة من الأب أسكو دي جي والأم إندلزوجة لمربط بابل الأستاذ نايف بن حمدان العصيمي العتيبي، هوية العربية لدجا 19.5 19.5 20 19.5 20 ومرتين 19.5، جمال الرأس والعنق لدجا عذبة مرتين 19.5 20 19 ثلاث مرات 19.5، الجسم 17.5 17.5 18.5 ثلاث مرات 17.5 18، قوائم 16.5 15.5 16 15.5 16.5 مرتين 15.5، حركة 19.5 19 ثلاث مرات 19.5 20 و 19، مجموع دجا عذبة 92.30 في المركز الثاني. برافو دجا عذبة في المركز الثاني. أنا أمسي لا زالت متصدرة بمجموع 92.90 lovely score for a lovely mare. دجا عذبة in second with 92.30. Next please. فرس اللي بعدها.
الفرس رقم 133 في الميدان حتى الآن. إذن المركز الأول لأن أمسي، والمركز الثاني حتى الآن لدجا عذبة. وننتقل إلى نتيجة الفرس رقم 130 جاست لاف الجاسمية من الأب دبليو أجاستس، والأم ليدي لاف بي أس أف، لمربط الشرف للخيل العربية الأصيلة الأستاذ أيمن ناصر سعد الدباس. هوية العربية لجاست لاف الجاسمية 19 ثلاث مرات 19.5 20 ومرتين 19.5. برافو. رأس العنق مرتين 19 19.5 19 مرتين 19.5 20. جسم 18.5 18 ثلاث مرات 18.5 مرتين 18. قوائم 15.5 عند أربع حكام و16 مرتين، وأخيرا 15.5. الحركة 18.5 19 18.5 19 19.5 مرتين و19. المجموع 91.70. إذن في المركز الثالث، برافو، 9170 for man number 130 just love الجاسمية. She's placed so far in third place, 9170. Thank you, mare number 133. Next, please. الفرس اللي بعدها. Next. في الميدان الآن الفرس رقم 134، ونتابع مع نتيجة الفرس رقم 131 ترفة عذبة. ترفة عذبة من الأب اي كي اس أليهاندرو، والأم أرمينا، لمربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود. هوية العربية لترفة ما شاء الله 20 20 19.5 5 مرات. جمال الرأس والعنق لترفة عذبة 20 20 19.5 19.5 19 20 19.5. الجسم 18.5 18 18 18 ومرتين 18. قوائم 16 15.5 مرتين 15 16 15.5 مرتين. الحركة 19.5 19 19 19.5 مرتين 19. مجموع 92.40. إذن ترفة عذبة في المركز الثاني المؤقت، وتبقى أن أمسي بالصدارة 92.90. A very nice score for a lovely mare. 92.40 for عذبة ستد and ترفة عذبة with a lovely score for type head and neck. Lot of 20s, mashallah. 92.40, good for second place so far.
اوكي لاست مير اي بليف لاست جو اخر الافراس. آخر أفراس هذه الفئة في الميدان 135 ونتابع مع نتيجة فرس 133 أليهاندرا أن يو آر من الأب إي كي أس أليهاندرو والأم أريلا إلديسا لمربط العامرية للمالك سعد عبد الله محمد العامري السبيعي. أوي العربية لهذه الفرس 19 ثلاث مرات 19 ونص 19 مرتين 19 ونص رأس العنق 19 ونص 18 ونص 19 ونص وثلاث مرات 19 الجسم 18 ثلاث مرات 17 ونص 18 17 ونص 18 قوائم 14 ونص مرتين 15 14 ونص 15 15 15 ونص الحركة 20 19 ونص مرتين 19 ثلاث مرات 19 ونص مجموع أليهاندرا 90.10% total of 90.10 on the screen for mare number 133 Alejandra Noor owned by Al Amriya Stud 90.10. Thank you, judges, and a very special thank for Muhammad Sadiq and Hyrule. You are doing a great job. Wallah, giving the results as fast as possible. Thank you, Muhammad Sadiq. Thank you, Hyrule. Thank you, judges and ringmaster. That was the last mare in this class. خلينا نتعرف الآن على درجات الفرس Carmen MC. وكارمن أعزائي من الأب جراند كوماند والأم مدام مروان دبليو سي أف المالك سعد متعب بن عبد الرحمن الغنام الخالدي. هوية العربية لكارمن 19 ونص مرتين 19 مرتين 19 ونص 19 ونص رأس العنق 19 ونص ثلاث مرات 19 19 ونص مرتين 19 الجسم 18 ونص 18 17 ونص 18 18 ونص 17 ونص 18 قوائم 14 ونص 15 15 15 ونص 16 ونص 15 15 ونص الحركة لكارمن 20 أربع مرات 19 ونص 20 و 19 ونص المجموع 91.20% في المركز السابع المؤقت. With a lovely movement score, Carmen MC got a total of 91.20. She is placed so far in 7th place.
بانتظار آخر نتيجة، وكما قلنا خمسة يتوجون الأول أو الأولى والثانية والثالثة للبطولات. أما الجوائز المالية فهي من المركز الأول وحتى المركز الثامن 20,000 ريال سعودي لكل مركز. نشكر القائمين على هذا العرض الجميل، العرض السادس هنا في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة ودعمهم للمربي. نتيجة الفرس رقم 135 عريب المعود من الأب ريفولوشن والأم سراب المعود، المالك أستاذ حامد علي مفرح القحطاني. تعرف على تفاصيلها وعلى المراكز. هوية العربية لعريب المعود 3 حكام 19 19.5 3 حكام 19. رأس العنو 19.5 5 مرات 19 19.5. الجسم 17.5 17. 4 مرات 17.5 18. قوائم 14.5 مرتين 15 16 15.5 15 و15. الحركة 20 19.5 19. 4 مرات 19.5. المجموع 90.20. Last score on the screen for the last mare number 135 عريب المعود 90.20 عريب المعود by Revolution out of سراب المعود 90.20. تمام، ننتقل إلى المراكز الخمسة الأولى. Okay, we're ready now to announce the ranking. المبروك للكويت وأنا أمسي المركز الأول، مركز الثاني ترفة عذبة، مركز الثالث دوجة عذبة، مركز الرابع جاست لف الجاسمية، مركز الخامس لسلطانة دي دري. Ladies and gentlemen, please support the winners and a warm welcome for them. It's mare number 123, 131, 129, 130, and 124. Bravo. أعزائنا الحضور، هذه هي الأفراس المميزة اللي احتلت المراكز الخمسة، وندعو مشكورا مدير البطولة مدير هذا العرض سيد عبد الرحمن أحمد الغامدي. تفضل مشكورا إلى أرض الميدان للتتويج. يتفضل مدير البطولة سيد عبد الرحمن أحمد الغامدي بتهنئة الفرس المميز رقم 123 أنا أم سي. ألف مبروك لمربط الخشاب من دولة الكويت، نبارك الأستاذ مبارك حمدان راشد الخشاب. Congratulations to the winner of this class. She is mare number 123 أنا أم سي by Titan ACS out of Divina Passion. Congratulations to الخشاب استاد. فرس مميزة ما شاء الله ومجموع عالي تبارك الرحمن، الله يبارك لك في هذا الإنتاج وهذه الفرس. إذن المركز الثاني
ننتقل للمركز الثاني 131 أيضا مميزة أخرى. الفرس رقم 131 ترفة عذبة. ألف مبروك لمربط عذبة وألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود. Second place ترفة عذبة owned by His Royal Highness Prince عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود عذبة استد. She is by AKS Alejandro out of Armenia for Kingdom of Saudi Arabia. مركز الثالث الفرس رقم 129 دوجة عذبة. مبروك لمربط وبالخيل العربية الأستاذ نايف العتيبي. Third place for mare number 129 دوجة عذبة by Ascot DD out of Andalguyuga and she is owned by Wabil Stud. Congratulations. إلى المركز الرابع Just Love الجاسمية. مبروك لمربط الشرف والمالك أستاذ أيمن ناصر وسعد الدباس. Fourth place mare number 130 Just Love الجاسمية by W at Justice out of Lady Love PSF. Congratulations. مركز الخامس الفرس 124 سلطانة دي دريم. مبروك لمربط الهنا ونبارك للأستاذة هناء بكري مدني حجار. Fifth place for mare number 124 سلطانة دي دريم by كنز البداير out of MZOA شام صباح owned by الهنا استد. مبروك لكم جميعا ونبارك لأن أمسي ترفة عذبة دجة عذبة التأهل للبطولات وكل الشكر لمدير البطولة الأستاذ عبد الرحمن أحمد الغامدي. Well done. Congratulations to all the winners.